يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الرأي في من ينصح من جاءه يريد التفرغ لطلب العلم فيقول له اطلب العلم واجتهد فيه، ولا بأس بأن تتفرغ لذلك وتترك العمل وسوف ييسر الله لك الرزق بعد ذلك، لأنه لو كان التفرغ لطلب العلم والعبادة لا خير فيه لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على ملازمته على ملء بطنه وترك العمل، وكذلك أصحاب الصفة. أصحاب الصفة جاءوا مؤقتا يطلبون العلم يذهبون في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، هم دائما بالصفة ولا يعملون شيء، بل إنه ورد أنهم يشتغلون أيضا، ورد أنهم يشتغلون يدرسون القرآن، فهم ما عطلوا الكسب. ولا مانع من أن الإنسان يطلب العلم ويطلب الرزق أيضا، يجعل لطلب العلم وقتا ويجعل لطلب الرزق وقتا آخر، ولا يتعارض هذا مع هذا. نعم.